داعز دولة وجيش ومقاومة وعناصر إرهابية، فلماذا لا تسمى الأمور بمسمياتها؟ من المسؤول عن استمرار هذه الفصائل ولا يوجه لها الخطاب بشكل مستمر؟ ولماذا دائما يوجه على أنه بين فصائل مقاومة بينما هي معارك مع جماعات مصنفة في الإرهاب الدولي؟ أهلا بكم. في تعز فصيل يهدد الأمن ويعتدي على الناس ويقوض فكرة وجود الدولة. وفي تعز تواطؤ سياسي يرمم وجه الجريمة بالخلافات. هل بات من المعقول أن ميليشيا الحوثي في إجازة لأن هناك جماعة باتت تقوم بالمهمة ذاتها؟ الجيش جيش والإرهاب إرهاب والجميع يدرك ذلك، فلماذا يصور ما يحدث في تعز على أنه مجرد صراع في فصائل المقاومة؟ ولماذا يستمر التحالف بإرسال الأموال والسلاح لهذه الجماعات المصنفة بجماعة إرهابية أصلا والتي تعمل على فكرة هدم الشرعية من الأساس؟ وفيما رئيس الجمهورية يوجه بتشكيل لجنة رئاسية للوقوف على الوضع في تعز، يتساءل المواطن التعزي ماذا ستقدم اللجنة دون دعم وإسناد الأمن في المدينة ودون خطة تحرير المحافظة، بل ودون دعم الخدمات واستقرار الأوضاع في المدينة. لتعز وجه مأساة البلاد، تتسع فيها خارطة العنف وتضيق معها فرص الحياة، وهو أمر يرفع حالة الخطر ويدعو أبناء المحافظة للتداعي وتدارك مدينتهم التي دافعوا عنها بدمائهم، التي سكبوها لأجل أن تصبح منطقة تحكمها أجهزة دولة وليست عصابات لا تعترف حرمة الإنسان ولا حقوقه. الانفلات الأمني في تعز بات المعركة الأشد خطورة بعد أن فقدت هذه المدينة معركتها الأولى مع ميليشيا الحوثي، فهي لا تزال تمطر المدنيين بالقذائف وتفرض حصارها على معظم منافذ المدينة. باتت شوارع تعز مسرحا مفتوحا للجريمة، والجريمة هنا مسجلة ضد قاتل معروف ويصعب على الدولة بقضها وقضيضها الوصول إليه. يقول هادي مخاطبا الحضور لديه: يجب أن تعلموا أن تعز دفعت ضريبة كبيرة وتستحق منكم أن تعملوا كفريق واحد من أجلها ومن أجل أنفسكم. قال ذلك في اجتماع بقيادة السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية لمحافظة تعز لمناقشة التطورات الأمنية التي تشهدها المدينة على خلفية المواجهات الدائرة فيها منذ 4 أيام. وكعادته يوجه الرئيس هادي بتشكيل لجنة رئاسية للوقوف على أوضاع تعز، لكن معاناة المدنيين تمتد لما هو أبعد من تشكيل لجنة وكارثة تخلفها جراح 4 أيام. فقد سبقت هذه اللجنة لجان أخرى وحملات أمنية مشكلة من وحدات عسكرية وأمنية داهمت مربعات الموت ومقرات العصابات المسلحة، لكن لا تزال كتائب أبو العباس حاضرة في معظم الجرائم التي تشهدها المدينة، ولا تزال العصابات المسلحة هي المسيطرة على المشهد. وفيما تعجز السلطات الأمنية عن توفير الدعم الكافي من السلاح والعربات والوقود لتأمين المدينة، تجد الأسلحة والذخيرة طريقها إلى الجماعات المسلحة لتزيد من حدة الصراع والاختلالات الأمنية في المدينة، رغم المطالبات بإعادة بناء الأجهزة الأمنية وتفعيل النيابات والمحاكم المختصة وإخضاع العناصر المسلحة للقرار العسكري. يأتي خبر تشكيل لجنة كما يبدو مخيبا للآمال، خصوصا أن المدنيين في تعز يعيشون وضعا غاية في التعقيد. فهل تجد تعز ملاذا آمنا بعد 4 سنوات من الحرب التي تشهدها من جميع الأطراف أعداء وأصدقاء؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيف الذي سينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، وسيكون معه آخر عبر الهاتف. بداية مساء الخير لك دكتور فيصل. مساء النور لك وللإخوة المشاهدين والمشاهدات. أهلا بك معنا دكتور. يعني منذ 3 أيام ومدينة تعز تشهد مواجهات مسلحة بين الفصائل الداخلية، كيف تتابع ويتابع أبناء تعز ذلك؟ هل صوتي واضح؟
طبعا المواطن في تعز ينتابه قلق شديد بسبب هذه الانتكاسة التي لم تكن متوقعة. نعم. في السنة الأولى من المواجهات مع الانقلابيين تقريبا كانت تعز تشكو من فراغ سلطوي على المستوى السلطة المحلية، ولم يكن هذا الانفلات الأمني حاصلا بالرغم من شدة الحصار على المدنيين وعلى المدينة، ولكن تحمل الناس المسؤولية واتجهوا نحو عدو واحد وهو الانقلاب، وعاشت المدينة رعبا من الطرف الآخر، لكن على المستوى الذاتي كانت تعيش انسجاما وتكافلا وحاضنة اجتماعية منصهرة مع القوى العسكرية والمقاتلين الذين في الجبهات. الآن بعد أن تحررت تعز بمديريتها الاثنى عشر على الأقل ومديريات المدينة الثلاث باستثناء ما تبقى من خط الحوبان، نشأت إشكالات هيكلية وبنيوية على مستوى الأداء الأمني والعسكري، وكذلك خروج معظم المقاتلين أو بعض المقاتلين عن الهدف العام الذي أساسه هو الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي. وإذا بهذه القوات أو بعض المقاتلين يغردون خارج السرب ويهددون السلم والمجتمع المحلي. نعم. أستاذ الدكتور فيصل عفو، المحافظ كان قد شكل لجنة أمنية قبل أشهر واستبشر الناس خيرا ربما بالإجراءات الأولية التي حدثت، ولكن ما حدث أنه يعني انصدم الناس بأن الموضوع يعني لم يخرج كونه تشكيل لجنات وراء لجنات وكأنها تلاحق نفسها، وعلى العكس هناك يعني بعض اللجان يعني مطلوبة هي أو الجماعات مطلوبة أمنيا وتنزل كلجنة أمنية. كيف تفسر هذا الاختلال الكبير في المنظومة الأمنية في تعز؟ هو يعتبر إدارة الوضع المحلي أو الإدارة السياسية أو إدارة الوضع الاستثنائي الراهن في اليمن عن طريق اللجان هو أداء فاشل، وهو ميراث من النظام السابق الذي كان يعتبر نفسه زعيم قبيلة يدير المجتمع بالاتصالات الفورية للمعنيين بالأمر، وكل معني يضبط أتباعه ورجاله في الميدان. وبالتالي في الوضع الاستثنائي لم تعد هذه اللجان ذات قيمة أو يعول عليها. دعيني فقط أوضح لك وللرأي العام اليمني والتعزي تحديدا جوهر المشكلة الحقيقية. نعم. إن كان هناك من لوم على ضعف السلطة الشرعية، فقد أدت السلطة الشرعية دورها بأنها عينت وأملأت الفراغ، عينت القيادة الأمنية والقيادة العسكرية والسلطة المحلية، وبالتالي أملأت الفراغ الذي كان مسيطرا على تعز خلال عام من المواجهات. الآن تنحصر المشكلة الحقيقية على هذه القيادات التي نالت ثقة السلطة الشرعية والتي تعبر عن رضا المواطنين. للأسف نجزم على أن السلطة المحلية والسلطة المركزية نشأت بشكل استثنائي على أساس شرعية التوافق كحل وكخروج من الثورة، والمحاصصة هي الأبرز في هذا التوافق. لا نعتبر أو لا أعتقد شخصيا أن المحاصصة بحد ذاتها في ظل هذا الظرف معيبة، لأن التوافق تقتضي مثل هذه المحاصصة. المشكلة تكمن بأن من تم تعيينهم بالمحاصصات من هذا الطرف أو ذاك انتقلوا إلى موقع رجل الدولة أو إلى موقع الدولة الرسمي، وظلوا يمثلون الجهات التي رشحتهم ولم ينتقلوا إلى رجل الدولة الذي يمثل الوطن والمواطن. هنا المشكلة. يعني اليوم نحن نرى بأنه مثلا محافظ تعز عين بقرار من رئيس جمهوري، إذن فوضعه شرعي بغض النظر عن الجهة التي رشحته، وعلينا احترامه. القائد المحور خالد فاضل أيضا تعين بقرار شرعي من الرئيس الجمهورية، وبالتالي أيا كان الجهة التي رشحته فهو ينبغي أن يمثل الدولة. قائد الأمن كذلك والشرطة العسكرية نفس الكلام. إذن هذه القيادات لم تكن مسؤولة، لم تكن على قدر عالي من المسؤولية، ظلت تتمترس ضد بعضها البعض وتسهم في اختراقاتها وفي اختراق المجتمع والإخلال الأمني. الطرف الآخر المتهم بهذه الفوضى وهو، لو تسمحي لي أكمل هذه النقطة فقط،
الطرف المتهم بهذه الفوضى من معظم الأطراف وليس كلها هو أبو العباس. أبو العباس علينا أن ننظر إليه من منظور أيضا الجانب الشرعي. هل انتشاره العسكري في المدينة وفي شوارعها وفي القلعة وفي الأمن السياسي تم وفقا خطة عسكرية من جهة معترفا بها أم من ذات نفسه؟ فإذا كان انتشاره من ذات نفسه فهو مدان باعتباره انقلابي مثله مثل أي انقلابيين خارج تعز، وبالتالي عليه أن يعي بأن الأعمال التي يقوم بها خارج إطار الشرعية مرفوضة. وإذا كان تم انتشاره بهذه الأماكن وفق خطة عسكرية شرعية لا ينبغي علينا لومه. الحقيقة أنا ليس عندي من المعلومة الكافية ليؤكد هل التصرف ألف أو با هو الذي اتكل عليه أبو العباس مع كتائبه. نعم، ربما القيادة الميدانية العسكرية والأمنية والسلطة المحلية هي تعرف ذلك. نعم، سننقل تساؤلك هذا حين ينضم معنا المتحدث باسم الجيش في تعز، ولكن قبل ذلك يعني فهمت من كلامك أن هناك إشكالية حقيقية في عدم الانتماء للمسؤولية أو للمنصب الذي يعينون به وبالتالي للوطن. هناك ما زال الانتماءات هي من تدير أصحابها. هل أفهم من كلامك أن الأحزاب السياسية في تعز جزء من المشكلة الحقيقية هناك؟ ربما ليست الأحزاب وحدها فقط، وإنما حتى الثقافة الاستبدادية السائدة لدى الأفراد تجعلهم يعبرون عن انتمائهم إلى الجهات التي رشحتهم إلى هذه المناصب أكثر من انتمائهم إلى تمثيل الدولة. اليوم يلام الطرف هذا أو ذاك باعتباره محسوب على الحزب ألف أو الحزب باء أو الحزب جيم. على الجميع أن يعي بما أن هذا الشخص تعين في منصبه بشكل رسمي وبقرار جمهوري، علينا أن نتعامل معه باعتباره يمثل الدولة ولا يمثل الحزب. طيب، هذا أولا. وعلى الشخص الذي قبل التعيين في هذا المنصب عليه أن يتصرف وفق باعتباره رجل دولة سواء عسكري أو مدني أو أمني، وليس باعتباره منتمين الحزب. اليوم ما يهدد تعز من تجاذبات ممكن تؤدي إلى حرب أهلية لا سمح الله مستقبلا هو عدم قدرة استيعاب المجتمع، لأنه المعينين تموا بشكل شرعي وليس بالقوة، وأن هؤلاء الناس أيضا وصلوا إلى هذه المناصب عليهم أن يمثلوا الدولة ولا أن يمثلوا وليس تمثيل أحزابهم التي رشحتهم إلى هذه المناصب. إذن دكتور، يعني نشطاء يقولون أيضا أن المحافظ غير جاد في مسألة حل أو استكمال عمل الحملة الأمنية والقضاء على الميليشيات المسلحة والتي تسبب هذا الانفلات. برأيك أنت كيف تجد أداء المحافظ خاصة في مسألة الملف الأمني؟ أنا التقيت في المحافظ بشكل انفرادي لمدة 3 ساعات، وطرحت عليه جملة من الأسئلة الشائكة والأفكار، ومن خلال متابعتي أيضا لأداء القيادة الأمنية والعسكرية والإدارية تبين لي أن هناك عدم انسجام بين هذه الأطراف، أي أن كل جهة تحاول أن تفرض وجهة نظرها. لا يوجد هناك انسجام بين المحافظ مع القوى العسكرية والأمنية، وعدم الانسجام هذا ينبئ عن عدم قدرة على فقه ضرورة المرحلة التي تقتضيها تعز. إذا كان للمحافظ وجهة نظر مخالفة للقيادة الأمنية والعسكرية عليه من يحلها على الطاولة. أنا من هنا أعطي وجهة نظري للجميع. بما أن هناك فراغ تشريعي وغياب في القوانين، فعادة في مثل هذه المراحل الاستثنائية نلجأ إلى المحاضر المتفق عليها بتحديد الأهداف والخطوات والبرامج والأولويات. هذه تعتبر هي القانون الاستثنائي الذي نمشي عليه. لا ينبغي أن ندير الدولة وأن ندير الوضع بشكل شفوي، أوامر شفوية. الجميع مطلوب منه أن يجتمع بشكل يومي وفق خطة، وفق منهج، وفق برنامج، والذي يخالف هذا يعتبر خارج عن الشرعية ويعتبر خارج عن الإجماع الوطني. نحن نطلب منهم أن يعتبروا بأنه الاختلاف في وجهة النظر وارد، لأنهم أتوا من مشارب حزبية وسياسية متعددة ومن جهات داعمة مختلفة، وبالتالي إذا هذا الاختلاف وهذا التنافر عليهم أن يعتبروا بأن مهمتهم الأساسية
تكمن في تحرير تعز. تحرير لا أقصد فقط المدينة المكونة من ثلاث مديريات، فهذا يعتبر أيضا رؤية قاصرة. نحن نتحدث عن محافظة فيها 23 مديرية، فيها 39 إدارة، يعني دائرة انتخابية، فيها أكثر من 3.5 مليون ساكن. وبالتالي ينبغي أن يكون الطموح يتناسب مع تطلعات الناس، مع تطلعات المجتمع لدولة، وتعز ينبغي أن تكون هي النموذج لتأسيس هذه الدولة. نعم، إذن اسمح لنا دكتور فيصل أن ينضم معنا عبر الهاتف الناشط الحقوقي ماهر العبسي من تعز. مساء الخير أستاذ ماهر. مساء النور والعافية. أهلا وسهلا. أهلا بك ماهر. كان لديكم اليوم وقفة احتجاجية في تعز، ما هي مطالبكم؟ طبعا اليوم كان لدينا وقفة احتجاجية هنا في مدينة تعز، يعني كان لنا عدة مطالب هي تتعلق بالوضع الأمني والوضع السائد في المدينة. مطالبنا هنا هي أن يتم يعني هذه الحروب التي يتم تأجيلها كل فترة عبر وسائل حلول عقيمة، يتم تأجيلها من فترة إلى أخرى إلى أخرى. كان لدينا مطالب أن يتم حل هذه الإشكال بشكل نهائي، أن تتحمل الجهات الأمنية والسلطات المحلية في المحافظة مسؤوليتها وحل هذه المشاكل، أن يتم التوضيح للرأي العام من هم المذنبون والقانون، ويتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة. أما أن يتم في كل مرة يعني الاشتباكات في أوساط المدينة يسقط فيها المدنيون في الغالب، يعني في أغلب الأوقات يسقط فيها المدنيون فقط، لا يسقط أحد من هذه الأطراف، وتستمر هذه الاشتباكات. ليس هناك يعني كانت هناك بوادر منذ تعيين المحافظ بقيادة للقضاء على هذه المظاهر المسلحة، لكن سرعان ما تنتهي هذه اللجنة الأمنية أو الحملة الأمنية، سرعان ما تنتهي ويعود الوضع إلى ما كان عليه، ولا يوجد هناك حل جد لهذه المشاكل الفائدة في أوساط المدينة. نعم، إذن ماهر، يعني أنتم كمجتمع مدني ومنظمات أيضا، على من تلقون بالمسؤولية في ملف أو الملف الأمني في تعز؟ طبعا بالطبع المسؤولية يتحملها هو هرم المحافظة، هو محافظ المحافظة والقيادة العسكرية والأمنية. بالطبع هم جميعهم مسؤولون عن هذه عن مسؤولون عن الوضع بداخل المدينه بشكل عام، كون محافظ المحافظه هو رئيس اللجنه الامنيه وخلفه قائد المحور، جميع يجب ان يتحمل المسؤوليه بشكل مشترك، لكن المسؤوليه الرئيسيه تقع على محافظ المحافظه، هو الذي يوجه جميع الاجهزه الامنيه والاجهزه العسكريه في المحافظه. يعني استبشرنا خير بدايه فرض هيبه الدوله في الاجزاء الشرقيه من المدينه وبقيه الاحياء التي كانت لا تخضع لسيطره الدوله ولا يوجد فيها اي اطقم عسكريه، لكن يعني تنتهي هذه يعني عندما هاجم المسلحون قبل ايام مستشفى الجمهوري وخروج الشرطه العسكريه من المستشفى المنطقه بشكل سريع، هذا دليل على عدم وجود اي يعني اي خطط عسكريه او يعني عدم وجود اي تنسيق عسكري بحيث تبقى هذه المناطق مؤمنه، يعني في اي وقت يمكن الهجوم على هذه المناطق ويتسلم لهذه الجهات وشيء لم يكن. نعم، سؤالي ماهر على هذه النقطة التي تتحدث عنها، استبشاركم بالخير، ربما كان منذ أول ما تم إعلان المحافظ لوجود حملة أمنية للقضاء على الميليشيات في بعض المربعات وفرض حضور الدولة، ولكن للأسف الشديد هذه الحملة لم تكمل مسارها وعادت الميليشيا لتزيح الأجهزة الأمنية وتفرض قوتها. برأيك لما لم تستكمل اللجنة الأمنية أو الحملة الأمنية مهامها؟ لماذا لم تستكمل الحملة الأمنية مهامها؟ هنا يوجه السؤال لمحافظ المحافظة ولقادة الحملة هذه، قادة هذه الحملة الأمنية. نحن يعني ما نلاحظه على الواقع أن الحملة انتهت و قائمة مطلوبين للأجهزة الأمنية، لم يكن بالتحديد قائمة مطلوبين هذه العناصر قانون ومطلوبة، لم نرى أي قائمة مطلوبين ولم نرى
ولما يعني تم كما يقولون تم القبض على بعض العناصر، لكن ليست العناصر التي كانت كنا نسمع انها تقوم باغتيال الافراد والمواطنين على مدى الاشهر السابقه. يعني تقريبا عدد الافراد اللي تم اغتيالهم يتجاوز ال 230 او 250 فرد. لم يعني العناصر التي كانت مطلوبه بشكل رئيسي لم يتم القبض عليها ولم يكن هناك قائمه مطلوبين، فقط حمله انتشرت بعض الاطقم في الاحياء الشرقيه، لم تكن هناك نقاط عسكريه للتفتيش، لم نغطي هناك نقاط فقط تقف على بعض المناطق وانتهى المسر لانتهائها. هنا يبدا السؤال لمحافظه المحافظه وقاعده الاجهزه الامنيه والعسكريه. نعم، إذا شكرا جزيلا لك ماهر العبسي الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، يعني كما استمعنا للأخ ماهر، يعني هناك فعلا عدم جدية في فرض الحملة الأمنية، عدم جدية لاستكمال مهامها. أيضا لو تحدثنا اليوم عن لقاء الرئيس هادي بقيادة تعز أيضا في عدن، هناك تصريحات كالعادة وحدة الصف والابتعاد عن المناكفات الصغيرة، ثم في الأخير تم تشكيل لجنة. هل هذا ما تحتاجه تعز الآن، تشكيل لجنة أخرى؟ عودا على بد، أنا قلت بأن أسلوب اللجان هو أسلوب إداري غير صالح ولا يتناسب مع إدارة الدولة الحديثة ولا مع الإدارة المؤسسية. هو أسلوب قبلي، كأننا نشكل لجان تصالحية لفض الاشتباكات هنا وهناك. تعز تحديدا الآن هي بيد أبنائها، لا يوجد هناك وافد من خارجها، وبالتالي هم المسؤولون عنها. المحافظ من تعز، قائد المحور من تعز، الشرطة، الأمن، كلهم قيادة من تعز، هم الآن المسؤولون مسؤولية مباشرة عن حل هذا الإشكال. الآن الهدف الأساسي الذي أشرنا إليه سابقا، قلنا بأنه تحرير تعز المحافظة وليس المدينة هو المهم الكبرى الذي عليهم أن يجتمعوا حوله لإنفاذه. الهدف الثاني هو تأمين المدينة، أي تسليمها بكامل مؤسساتها إلى الشرطة والأمن، وإخراج كل المقاتلين المسلحين أيا كانت عناوينهم ومسمياتهم، عسكرية، جيش، مقاومة، أيا يكونوا، يفترض أن يخرجوا من المدينة بشكل نهائي ويمنع التجول بالسلاح، لأن القتل اليوم المتاح في تعز هو بسبب انفلات هذا السلاح وعدم وجود نظام ضابط لهذه القوات. حتى القوات الأمنية عندما يشتكي إليها المواطن لمظلمة معينة لا يتجرأ الجهاز الأمني بالخروج لإنصافه، لأن هناك تجمعات عسكرية ممكن تقتل هذه الأجهزة الأمنية بكل سهولة، وبالتالي ضحايا تتكاثر يوم بعد يوم. المسؤولية في تعز هي مسؤولية تضامنية، لا يمكن أن نلقي اللوم على أحد، مسؤولية تضامنية، وكل شخص وكل قائد هو مسؤول حسب موقعه. الرقم الأول يتحمل المحافظ المسؤولية الكبيرة باعتباره رأس الهرم، الرقم الثاني قائد المحور، الرقم الثالث الشرطة العسكرية والأمن. هذه قيادات عليها أن تجلس مع بعض في طاولة، على طاولة واحدة، وتحدد أولويتها، الأولية وأهدافها. الهدف الكبير قلنا تحرير المحافظة، الهدف الثاني إخراج المسلحين منها. هناك طبعا حسب ما فهمت أنا وأتابع هناك تباين في وجهة النظر. الأخ المحافظ يرى بأنه السيطرة على أبي العباس وهذه الكتائب المشبوهة بأنه سيتم عن طريق الحوار واللين والتدريج. القيادة الأمنية والعسكرية ترى بأن هؤلاء خارج عن القانون، وبالتالي ينبغي استخدام القوة العسكرية بطريقة شرعية. نعم. طبعا نستطيع أن نعتمد إحدى النظريتين في الوصول إلى حل، لكن أفضل طريقة للحل هو التفاهم على الخطة الأنسب وبتفاوض وتشاور عالي، بحيث نعرف ما هي الكلفة الأقل لتحقيق الأهداف. لأنه إذا كانت الكلفة عالية بهذه الحالة نحن سنجر أنفسنا إلى حرب أهلية، وربما لا نستطيع أن نعود إلى ما كنا عليه ونستحسر، نقول والله يا العام 15 و16 كنا بخير. فلا بد من وقفة جادة بين هذه القيادة المدنية والعسكرية لتحدد الأهداف، البرامج، الطريقة، ويتفقوا ودون تراجع. طبعا من الخطأ الكبير إداريا أن يصدر قرار ثم يتم التراجع عنه، أن تشكل لجنة ويتم تعطيلها، أن يعلن للمواطنين فعل معين ثم يتم النكوص عنه. هذه تعتبر نكسات تشعر المواطن بإحباط كبير.
اليوم المسؤولية لم نعد نلقيها على الرئيس هادي إلا في حالة واحدة، أنه قادر على تغيير القيادات التي فعلا تحاول أن تخرج عن أطر القانون وعن الأطر هل هو الشرعية. قادر السؤال يعني يطرح نفسه الدكتور، هل هو قادر على تغيير هذه القيادات أم أن فلان معين من قبل جهة معينة؟ نعم هو نظريا هو قادر، ولكن عمليا على الأرض تم مصادرة القرار السيادي اليمني لجهات خارجية وهي دول التحالف بصريح العبارة. نعم. وبالتالي سمح هادي لمصادرة هذه السيادة وكتف يديه بنفسه، لكن بكثير من الحكمة والإصرار والعزيمة والالتفات إلى الجانب الشعبي بإمكانه أن يستقوي وأن يستعيد سلطاته. هادي يرتكب أخطاء كبيرة عندما يعول على الإقليم والأمم المتحدة والعالم الخارجي ثم يتناسى الشعب الذي يلتف حوله. القائد الحقيقي هو الذي يشتغل على الذخيرة التي يحملها، على رصيده الشعبي. الرصيد الشعبي هو الذخيرة التي لا تقدر بثمن. كفانا عبثا أن نجعل من دول التحالف هي الملجأ الأخير والنهائي لإنقاذ اليمن، كفانا عبثا أن ننظر إلى الدول الكبرى والأمم المتحدة هي المنقذ، نحن فقط من ننقذ أنفسنا. الشعب اليمني ينبغي إعادة ترميم نسيجه الاجتماعي الذي تم تدميره بفعل فاعل وبفوضى سمحت لهذا الفاعل أن يعبث كما يشاء. للأسف لا يوجد جدية ولا رؤية حصيفة من القيادة السياسية لمعالجة هذه القضايا أولا بأول، تتراخى حتى تخرج عن إطار السيطرة. وبالتالي أنا أقول بأنه بما أن الرئيس هادي في هذا الضعف، على القيادة التعزية أن تقوم بمهمتها على أكمل وجه. لن يعترض عليهم هادي في الأداء الجيد، ولن تعترض عليهم دول التحالف، ولن يعترض عليهم الأمم المتحدة. صحيح نحن نشك بنوايا دول التحالف بأنها يمكن أن تتخذ قرارات معاكسة للإرادة الشعبية، ولكن هي من ستنهزم في الأخير وستنفضح. لكن هل هم قربوا أن يتخذوا قرارات صائبة ولصالح المجتمع؟ لم يقربوا بعد، وبالتالي إلقاء التهم على العامل الخارجي بدون تجريب وبدون نية جادة وبدون رؤية واضحة من المجتمع على أن هؤلاء الناس فعلا جادون ويستحقون أن الاحترام، إلى الآن لا يوجد إجابة محددة وحقيقية لهذا. نعم، إذن الدكتور يعني البعض يصور المشاكل في تعز أنها صراع بين حزب الإصلاح وأبي العباس، هل هناك يعني منطقية لمثل هذا الطرح من وجهة نظرك؟ هو الإجابة عن هذا السؤال يدخلنا في حقل الألغام، لكن أنا سبقت وألمحت في بداية السؤال في بداية الحلقة بأنه ينبغي علينا أن ننظر إلى المعنيين في الأمر، القيادات المحلية أمنية وعسكرية وإدارية. هل وصلت إلى هذه المناصب بقوتها أم بقرار من رئيس الجمهورية صاحب السلطة الشرعية؟ فإذا كانت وصلت بقرار جمهوري وبأسس شرعية، علينا أن نتعامل معها كقيادات تمثل الدولة. لا ينبغي أن نظل نصنف قائد المحور إصلاح، ونصنف مدير الشرطة العسكرية إصلاح، ونصنف أيضا المحافظ تبع فلان أو زعطان. ينبغي أن ننظر إلى كل القيادات التي وصلت إلى مناصبها بطريقة شرعية باعتبارها قيادة شرعية، وعليها أن تقوم بمهماتها المنتظرة. نعم. قلنا أبو العباس هل تصرفه في على واقع الأرض في تعز، سواء بإلقاء يده على الأمن السياسي والقلعة والشوارع وبعض المدن القديمة، هل كان وفق خطة انتشار عسكري شرعي أم من تلقاء نفسه؟ فإذا كان من تلقاء نفسه عليه أن يعلم بأنه متمرد وأن المجتمع التعزي ينظر إليه بهذا الشكل. نعم. أنا أعلم بأن هناك سؤالك هذا اسمح لي إعلام نعم. ينضم معنا في هذه الأثناء العقيد عبد الواسط البحر وهو المتحدث باسم الجيش في تعز من تعز. مساء الخير سيادة العقيد. مساء الخير عليك وعلى الضيف الكريم وعلى السادة المشاهدين جميعا. أهلا بك. يطرح سؤالنا يعني قبل أن نبدأ بأسئلتي أنا سؤال ضيفي الدكتور فيصل، يتساءل يعني عن وجود أبي العباس في تعز، هل انتشاره في القلعة في الأمن السياسي في بعض أحياء المدينة القديمة، هل هو ضمن خطة انتشار عسكري أم من تلقاء نفسه؟ الحقيقة يعني بغض النظر عن هناك كان مذكرة سابقة من
فخامة الأخ رئيس الجمهورية، وأمر واضح بإخلاء هذه الأماكن تماما. وتم توجيه هذه المذكرة عطفا على مذكرة الأخ رئيس الجمهورية، تم توجيه مذكرة من قيادة المحور إلى قيادة اللواء 35 بإخلاء هذه الأماكن من وبالتالي هذا أمر معروف يعرفه الجميع، لا داعي للتساؤل لأنه مشهور ومعروف ومتداول والمذكرات متداولة. نعم، إذن يعني إلى الآن لم تستكمل الحملة الأمنية مهامها، لم تستطع استعادة بعض الأماكن حسب توجيهات فخامة الرئيس ولا حسب أيضا الأهداف المطروحة لها، لماذا؟ الحقيقة الحملة الأمنية يوجد أمامها مجموعة من العقبات، طبعا هي تقوم بدور للأمانة والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه. الحملة الأمنية تقوم بدور وأدت دور ووصلت إلى يعني تحقيق بعض الإنجازات وبعض الأمور، ولكن حقيقة كما ذكرتي لم تستكمل، هناك بعض الإشكالات. الإشكالية الأولى ضعف الإمكانيات وهذا أمر يعني واضح وجلي. الأمر الثاني التوظيف الإعلامي والسياسي و التخاذل بين بعض الأطراف في واللعب بالورقة الأمنية واللعب بالملف الأمني واللعب بهذه الورقة الحساسة، اللعب بالنار بهذا الملف الذي ينبغي أن يكون الموقف موحد من كل العقلاء ومن جميع التكوينات ومن جميع الجهات. الأمر الثالث أيضا الذي يؤدي إلى عرقلة اللجنة الأمنية هو يعني تعدد القرارات وأيضا تناقض بعض القرارات مع بعض الجهات، وبالتالي يعني ليس هناك كما ذكر الدكتور سابقا الأصل أن يكون هناك قرارا واحدا حازما جازما توفر له الإمكانات المطلوبة لتنفيذه ويحشد خلفه الرأي العام ويحشد خلفه السلطة المحلية والقيادة العسكرية والقيادة الأمنية والقيادة الرسمية بشكل عام ليتم الإنجاز ويتحقق المقصود والمراد. نعم، إذن يعني الإشكاليات. نعم، إذن إذا هذه كل الصعوبات التي تواجه اللجنة الأمنية، يعني ما الذي سيستجد للجنة الجديدة التي أمر فخامة الرئيس بإنشائها؟ يعني خرجوا بلجنة، ما الذي يمكن أن تقدمه وعجزت عنها السلطة المحلية واللجنة الأمنية للعديد من الأسباب التي ذكرتها، هل هذه الأسباب ستتلاشى أمام اللجنة الجديدة؟ نعم نعم، هناك وعد قوي وفاعل من الأخ الرئيس بتوفير بعض الإمكانيات. لما لا توفر للجنة السابقة، اسمح لي يعني سيادة العقيد، لما لا توفر هذه الوعود وهذه الإمكانات للجنة الأمنية التي ربما قد كانت صارت بطريقة صحيحة؟ لما لا يوقف الشخص أو الجهات التي لا تريد الاستماع للقرارات العسكرية وأيضا يتم محاسبتها كميليشيا مسلحة خارجة عن القانون؟ لما لا يتم توصيف الأشياء بمسمياتها بوضوح سيادة العقيد؟ يعني هذا خارج عن الدولة، هذا إرهابي، هذا مع الدولة. الحقيقة أولا وقبل كل شيء، العناصر الخارجة عن النظام والقانون هناك إجماع حولها، إجماع أستطيع أن أقول بملء الفم أن هناك إجماع تام على ضد هذه العناصر التي تمارس الاغتيال وتمارس الاختطاف وتمارس العبث بالملف الأمني وإخلاق السكينة وإخلاق المجتمع. حتى من داخل من ذكرت جلسنا مع قادتهم وكذا، هؤلاء يرفضوا هذه العناصر تماما وتم تحديدها بإيش، وهناك تعاون مع الجميع لتعقبها وإلقاء القبض عليها. صحيح قد تحدث بعض الملابسات أو يحدث بعض التماهي أو التعاطف من هنا أو هناك، لكن في المقبل وخاصة الموقف الظاهر والمعلن لهذه التكوينات أنهم ضد هذه العناصر الخارجة عن النظام والقانون. يعني جميل، طالما تكاتف الجميع ضدها وطالما يعلم الجميع يرفضها وطالما الجميع مجمع على أنها خارج عن القانون وكل ذلك، لم تستطيع أن تتخذوا حل أو أنها إمكاناتها أكبر من إمكانات جيش الدولة ومدعومة خارجيا أكثر من الدولة؟ لا لا لا، يعني ليس الامر بهذا بهذه الصوره. نحن حققنا انجازات ذكرت لك،
هناك يعني أماكن كثيرة وأحياء وشوارع تم فتحها، مربعات تم عودة الدولة إليها، الانتشار الأمني أيضا وصل إلى مربعات كثيرة داخل المدينة خاصة في الأحياء الشرقية والأحياء الجنوبية، والأمور ما زالت يعني في طور استكمال ما بدأناه إن شاء الله. إذن يعني يؤسفني أن هذا الجهود التي تتحدث عنها مع وجود اختلال أمني واضح في المدينة. العقيد عبد الباسط البحر المتحدث باسم الجيش في تعز كنت معنا عبر الهاتف من هناك. دكتور فيصل، تعليقك على حديث دكتور العقيد عبد الباسط، يعني هناك إجماع أن هذه جماعة خارج عن الدولة والقانون، ولكن لا أدري يعني ما الموانع. سألته هل هي لديها إمكانات أكبر من الجيش؟ قال ليست الصورة بهذا الشكل. ما هي الصورة إذن؟ الموضوع لا يتعلق بإمكانات ولا بعدد وعدة، الموضوع متعلق بعدم وجود إرادة حقيقية لحسم الإشكال. لا توجد هناك إلى الآن خطة جادة لتطهير المدينة من المسلحين. من يعني قبل ليس من هذه الإرادة غير موجودة دكتور؟ إعادة الإرادة هذه غير موجودة كما سبقت وأن أشرت بأن هناك تباين في الآراء بين هذه القيادات المسؤولة عن حماية تعز وأمنها، وبالتالي لم يستطيعوا بشك شيء من المسؤولية أن يتفقوا على الخطة الأنسب لإنقاذ تعز من التدهور الحاصل والانفلات الأمني والانحدار نحو حرب أهلية. الحقيقة إذا لم يسرعوا بإيجاد خطة عمل ضمن جلسات ومحاضر محددة دون التراجع عنها، نحن ذاهبون إلى 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 موضوع أشبه بسوريا أو أشبه بحالات لا نتوقعها. يعني اليوم نحن في تعز مطالب، حتى نستطيع أن نقول بأنهم أنجزوا، مطالبون بأن نخرج جميع المسلحين المقاتلين إلى وظيفتهم الحقيقية وهي الجبهات، وتسليم المدينة عن بكرة أبيها إلى القوى الأمنية والشرطية المتخصصة بإدارة المدن. بقاء هذه الكتل العسكرية داخل المدينة تبقى مثار جدل، تبقى بؤرة صراع، تبقى تقريبا نستطيع أن نقول ثقب أسود للاغتيالات ومزيد من الدماء البيني داخل تعز. كارثة كبيرة أن يقتل، أن يقتل الأخ أخاه، أن يقتل الرفيق رفيقه، أن يصبح رفقاء السلاح يتقاتلون على أشياء لا تستحق القتال. يعني تعز تنتظر على قدر ما قدمت كحاضن اجتماعي لهؤلاء المقاتلين من دعم كانوا لا يمتلكونه غير من المجتمع نفسه، أي لم يكن لديهم دعما لا من السلطة العسكرية، لا من السلطة الشرعية، ولا من التحالف. كان الدعم الحقيقي في العام 2015 دعما اجتماعيا صرفا، سواء في شراء السلاح، في شراء الذخيرة، في الصحة، في الأمن، أقصد في الإغاثة، كانت كلها، في الإعلام، في التطبيب، كانت كلها دعم مجتمعي. لا ينبغي أن يكافئ المجتمع التعزي ويتنكر له بهذا السلوك القبيح. عليهم وهم مسؤولين مسؤولية تضامنية، لا نستطيع أن نحدد بأن فلان وحده هو المسؤول، هم كلهم في موقع القرار، وعليهم تقع مسؤولية اتخاذ القرار المناسب في هدف كبير وهو تحرير كامل المحافظة وليس المدينة، وهدف قريب المدى وهو تخليص المدينة من المسلحين وإخراجهم من الجبهات. بدون هذه الإنجازات نحن نعتبر أنفسنا في تعز في فوهة مدفع بإمكانه أن ينفجر بالمجتمع في أي وقت، وبالتالي ما نفتخر به سابقا من أن تعز كانت حرة وثورة وثقافة ودافعت عن نفسها ترجع كالقطة التي تأكل أبنائها. نحن الآن نشبه القطط وليس البشر، نعود لنأكل بعضنا بعضا. للأسف شديد، يعني توصيف مرعب حقيقة. دكتور فيصل، اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف أيضا القيادي في حزب الإصلاح الأستاذ أحمد عثمان. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور، أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذ. أبدأ معك من يعني منذ حيث انتهى الدكتور فيصل. يتشبه الوضع في تعز بالقطط التي تأكل أبنائها، ما هو أو كيف تتابع صراع
الفصائل المسلحة في تعز أستاذ أحمد، والذي ربما أصبح صمت عار على مدينة الثقافة والمدنية كما يرى كثيرون؟ طبعا أستاذ عزيزة، إذا أردنا أن نشخص أي وضع لابد يكون تشخيص دقيق. بعيدا عن العشوائية، كلمة صراع فصائل داخل تعز غير دقيقة. هناك يساعد جيش وطني بمعسكرات وبقيادات عسكرية، وهناك عصابات خارجة عن القانون في بعض الأحياء في المدينة تأخذ هذه المربعات وتمارس الاغتيالات. لكنها لم تصنف حتى الآن أستاذ أحمد، لم تصنف حتى الآن أنها خارجة عن القانون، ما زالت تتبع لواء 35 وما زالت تعامل كجزء من الجيش. هذا شيء آخر، هناك تداخل كبير. المشكلة أن يعني كتاب أبو العباس، هناك فصائل كثيرة، وكتاب أبو العباس تمثل غطاء لهذه الفصائل وهذه الشخصيات التي تمارس الاغتيالات. هذه مشكلة لابد أن توضح الجميع. الأصل أن تكون فصائل أبو العباس فعلا منضمة إلى الجيش الوطني، ولهذا يجب أن نصحح بعض الأمور المهمة. يجب ان تدمج دمج تام للجيش الوطني. هي تقول انها تابعة 35 بينما تتصرف بعيد عن لواء 35 بتصرفاتها بكيانتها الميليشياوية. حتى قائد اللواء 35 اللواء الحمادي يصرحوا انه لا دخل له بكتائب ابن عباس ولا سلطان له عليه. هذه حقيقة يجب ان توضح. نعم. يجب ان تحل كدري. هذه مسألة مهمة. من المعني بحل هذه المسألة جذريا أستاذ أحمد؟ من المعني بحلها جذريا؟ المعني بحلها جذريا الشرعية، القيادات، الأركان والشرعية والأخ الرئيس، وأيضا الدول الداعمة، التحالف. يعني هو هنا في أكثر من طرف لابد من حل هذه الإشكالية. نعم، إذن دعنا نتحدث عن هؤلاء الأطراف. إذا كان التحالف هو من يدعمها ممثلا بالإمارات دعم واضح، وربما دعم تجاوز، يعني لديها من الإمكانيات أكثر مما لدى الجيش. الرئيس يعني جل ما استطاعه هو تشكيل لجنة أخرى، لم يتخذ أي إجراء. قائد المحور حتى الآن لم نسمع له أي بيان أو توضيح. كما تقول قيادة اللواء 35 هي لا تعترف بأن جماعة أو كتاب أبو العباس تنضوي تحت لواءها ولا سلطة عليها، فما هو الحل برأيك؟ هذه هي المشكلة. المشكلة أنها كتاب تدعم مباشرة خارج بدعم الجيش أكثر من دعم الجيش. هذه قضية تناقش مع الداعمين، لكن أيضا يجب أن نوضح أنه عندما فكر اخر محافظ الحمله الامنيه الاولى لاسترداد المؤسسات في المربع الشرقي واخذ ومطارده الذين يغتالون الجنود داخل المدينه، خرج ابو العباس يخطب بان هذا المربع مربعه وان هؤلاء تبعه وانه لا يسمح بدخول هذه المربعات، واذا كان المحافظ والدوله تريد ان تدخل هذه المربعات فليكون تحت اشرافه. هذا كلام بعظمه لسانه، ولهذا يجب تغيير منهج هذه الكتائب واقناعها بانها تكون جزء من الجيش، ويجب ان يعمل الجميع على ذلك، يعني المجتمع التعزي والجيش الوطني والسلطه والجيش. نعم. لم يصلوا كثيرا حتى هذه الصراع ليس صراع بين عصابات داخل تعز، وانما الجيش الوطني عندما قتل خمسة من جنوده وهدمه، وقبل ثلاثة أيام قتل ثلاثة جنود، قرر الجيش والحملة الأمنية بأن يطاردوا هذه العصابات في هذه الأحياء. نعم. وأن يعني يقف الجميع. اسمح لي أستاذ أحمد. نعم. وصلت الفكرة وسأنقلها يعني سريعا. نعم. للدكتور فيصل، شكرا جزيلا لك. أحمد عثمان القيادي في حزب الإصلاح، كنت معنا عبر الهاتف. دكتور فيصل، في نصف دقيقة إذا سمحت، يعني لما يستمر إذن التحالف في دعم عناصر تعد مسلحة وخارجة عن القانون، وهو الذي جاء لاستعادة الدولة للشرعية؟ هو
هناك تضارب واضحة بالأهداف أفصحت عنها دول التحالف من خلال ممارستها على الأرض، هذا لم يعد خافيا على أحد. وبالتالي المعني بإيقاف مثل هذه الانحرافات هي السلطة الشرعية والسلطة المحلية والقيادة العسكرية، عليهم أن يكونوا صريحين وأن يكون عندهم موقف واضح لا يحتمل التلاعب والغموض. يعني اليوم نحن في تعز، لو تسمحي لي لأكمل ما لم نتحدث عنه، لا يوجد قرار عسكري موجه لأبو العباس بالخروج والانتشار إلى موقع آخر، يعني حتى اللجنة لا من المحافظ ولا من قائد المحور، عليهم أن يتخذوا قرارات وفق اختصاصاتهم حتى نستطيع أن نتجند ضد من يخرج عن الشرعية والقرار. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.